ومع المنافسين اللي مش مباشرين وبعاد كتير ما حصلت النقاط. وقت في الوقت اللي يعني يقول الأمتار الأخير. نعم وقت اللي تعثر الاتحاد مع التعاون هو تعادل مع الخليج. بالضبط. يعني حماد اللي هو كافي وافي، ولكن أنا أخص بالنسبة للنصر حقيقة في ثلاث أشياء مهمة. واحد إصابة الحارس حكاها. نعم مهم. قال لك منعرج قبل إصابته شيء وبعد إصابته شيء. وحكاها بالتقرير. اثنين حتى لو كانت هناك ملاحظات على غاريسيا لكن التوقيت إقالته كله حكى حماد. بالضبط هذا. والنقطة الثالثة أنت تخسر أمام غريمة كل مطارد لك في رايح جاي أمام الاتحاد، وبالتالي هي صارت في كل دور هي بمثابة الست نقاط. فيما عدا ذلك أنا عن وجهة نظري النصر لم يكن موسمه في الدوري بذاك السوء حقيقة. إيه بس أنت لو أنت أكيد ساكن بتويتر أنت يعني شايف بتويتر شايفه أنت إنه العالم تقول لك اللي بيجيب رونالدو بده يجيب دوري. يعني أنت اليوم أنت عم تجيب لاعب بالمبلغ أكيد لم يعلن، لكن حدا وجهة العالم كله عم تتفرج. بالتأكيد يعني وإحنا قلناها يعني هو مكسب لنادي النصر. ما عم بحكي أنا أنت نعم. جايب غارسيا وجايب رونالدو وجايب تاليسكا وجايب حمادي ما أعطانا فرصة شرح كل الأسباب. بالفعل أنت في الوقت اللي أنت وأنت قلته في الوقت اللي أنت اسمح لي يعني مثلا بالهلال لا سمح الله انصاب المعيوف في العويس صح ولا لا؟ اليوم دائما بدك حتى تكون بدك يكون عندك حارس بديل صح ولا لا؟ مش بتاني يوم بتجيب حارس بعدين بتحطه احتياط صح ولا لا؟ تفضل. أنا قلت لك يا أبو كرم من ما في قلت احنا اليوم لا أنا دقيقة بس خلي يعني أعطيني فرصة أتكلم. أنا قلت لك من الموسم الماضي النصر لن يحقق بطولة، قلت لك أنا لا يهمني لا مدرب ولا كريستيانو، أنا رجل إدارة وأعرف الإدارة، إذا لم يكن هناك إدارة ما في يعني هل يعقل بس الفريق متصدر كان. اسمح لي، هل تريد دوري وأنت ما عندك رأس حربة؟ صار عندك مشكلة مع حمد الله وراح الاتحاد، ألغيت عقد أبو بكر، أعطيت فرس البركان الفتح، أحسن صفقة تمت خالد الغنام أعطيته، قلت له المدرب يستبعد لأنه غير ملتزم، المدرب اللي أبعد لاعبينك أو أشار عليك أبقيته، بعدين المدرب عشان أقول لك الأمور الإدارية من مباراة السوبر وهو العالم كله تكلمت تتكلم على تويتر، لكن أنا ما عندي تويتر أسمع من الناس كلنا وأنا أولهم، الفريق ما له هوية، ألغى عقده لما بقى سبع جولات تلغيه، كمل على مضض، كمل الدوري، هذه كلها إدارية. أنا قلت مقولة مشهورة ما أبي أقولها مرة ثانية عشان لا يفكرون الناس إني أنا أتباهى فيها، قلتها وكل ما أخفق الناس طلعوها أشوفها بالسناب ومواقع أخرى. أبو كرم لا يمكن أن ينجح أي مدرب لو جبت مع كريستيانو بنزيما وميسي وهذا الإداري، يعني هل يعقل يا أبو كرم فريق تقول لي متصدر هذا ما في مدير كرة؟ يعني أنت الحين لو تبغى أحد مدير كرة في الهلال منه سعود كريري مدير كرة ما في جايب مدرب، المدرب يصير أي مدير كرة جايب مدرب، ما أنا ما أقول كلام ما يجيب أجنبي يجيب إن شاء الله من القمر، جيب مدير ما تجيب لي مدرب، هي الدعوة ما بسد فراغات. فالعملية ما بدك مدير كرة يحكي، أنا أبغى مدير كرة يعرف وشلون يتعامل مع اللاعبين، ما بي مدير كرة يحضر ويغيب، ما فيه اليوم الأندية فيها بصمة، أنا ماني ملزم إني أجيب، أبغى واحد يعرف يجلس مع اللاعبين، أنا اشتغلت الشغلة هذه، لازم أن تتهيأ اللاعبين، لازم يكون له وش كان الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه يسوي، لازم مدير الكرة يقوم بدوره. مين بدك حدا يهيئ رونالدو؟ لا مدير كورة يا أبو كرم، مدير كورة يعني إيش دور سعود كريري في الهلال؟ أنا حسين عبد الغني عندكم. لا خلينا الحين نتكلم، ما ترك الماضي، حنا الآن محسن الحارثي. إيه محسن الحارثي، طيب شلت محسن الحارثي وين البديل؟ أوكي أنت ما في حد اللي بيعمر على الكراسي، المدرب طيب اللي تشيله بالتوقيت هذا، فأنا قلتك إدارية، قلتك من الأساس إدارية، يعني أقولك يا بأمانة كرسي نادي النصر أكبر من الموجودين. أحفظ لهم كرامتهم ومعزتهم وأصدقاء وعلى العين والرأس، لكن كعمل إدارة نادي نصر نادي كبير فوق مستوى كل الموجود. إذا جاب الدوري مسلم لا ما راح يجيبه، ما راح يجيبه النصر، ما راح يجيبه، أنا قال لك من زمان ما راح يجيبون أي كاس، لا دوري ولا كاس ملك ولا كاس الانتخاب، بيجيبه الاتحاد. أتمنى أنا أنه يعني رغم أنه ما في تمني في البرنامج، بس عشان أنك قلت توجه بالنصر ما أعتقد يجيبه أبو كرم، لأنه ما في فكر
دائما مع النصر يعتبر هو آخر من كسر سيطرة الهلال على لقب الدوري بمختلف مسمياته. رح نذكر قصة آخر لقب حققه النصر في الدوري السعودي مع حيدر الوتار.